لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. المنتخب المغربي في كأس العالم للسيدات أقل من 17 سنة والمقام حاليا في الهند وتحديدا بمدينة بوانسوير في شرق الهند، حيث المباريات الخاصة بالمجموعة الأولى والتي تضم إلى جانب المغرب المستضيف الهند البرازيل ومنتخب المرشح فوق العادة أمريكا الذي فاز بالثمانية في المباراة الأولى، بينما المنتخب المغربي. إخواني، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والإعجاب بالفيديو، وشكرا. المغربيات كان ممكن خطف هدف التعادل، لكن معلش هذه البدايات. نكتشف المدافع الهندي، هنا كرة مغربية العرضية ولكن فيها تغطية وخروج حارسة يبو ستة التسديد، ولكن الدفاع يتدخل بعد ذلك. الاستحواذ ممتاز هنا، العرضية لسامية ولكن حارسة المرمى بعد ذلك. المراوغة فيها صافرة والخطأ موجود على اللاعب المغربية. أين هو الخطأ في اللقطة الماضية؟ كان ممكن ترك الامتياز هناك في الجهة اليمنى، العرضية وبالرأس ولكن فيها لباس وترجمتها إلى أهداف، لأنه نتمنى اليوم الانتصار. لا، تدخل قوي جدا في اللقطة الماضية. سلامات هنا، خطأ صعوبة، الأخطاء ممنوعة في هذا المكان. إذن نيتو كادت هنا تعاقب المدافعات المغربيات بهدف هنا لإعادة الغزو. جزاء، يلا يا وصال، هنا الكرة العرضية، وصال اللي قامت. لا يلزم أن تكون الفرصة الماضية بمثابة انطلاقة الهندية. جنى شريف، الحكم المكسيكية تقول في خطأ، بدأت تظهر بعض الهفوات هي داخل منطقة الجزاء. الكرة هنا مرت سالمة على الدفاعات المغربية مباشرة إلى ضربة مرمى. مرة أمام الجميع. هنا هاجر، كان لازم تكون أسرع هاجر في نهاية الأمر. هنا سرعة من حارسة المرمى، قطعت الكرة، كان عمل كبير، هذا يعطي أفضلية بالنسبة للمنتخب المغربي. لكن الأكثر من الكرات العرضية من اليمين إلى اليسار والعكس كذلك، هذا لن يفيد المنتخب المغربي. على اللاعبات المغربيات أن يهدأن، أن أكثر دقة بتقارب على مستوى الخطوط، الكثافة في الوسط، ونلعب للأمام بالشكل. دانيال بوستة تلعب الكرة للأمام في نهاية العرضية ومتابعة لحارسة المرمى كيشام. أعتقد أنه سيكون هناك بريك دقيقة لأخذ جرعة من المياه. على الكرة هنا البينية، وصال تخرج في الوقت المناسب. هاجر تبحث عن تسديد، التسديد ولكن مرت عالية. التسديد، أول تسديدة من هاجر. سلم شريف منطقة الجزاء، يلا شوط الكرة، جنى شريف لكن سال بعد ذلك. التسديدة لم تكن بالقوة الكافية، تبحث عن الحل، والتحضير ممتاز، ولكن فيها استعجال، فيها التسرع. اللاعب المغربية هنا كان ممكن تحصر الكرة، كان ممكن. ضحى المدني فيها مراوغة، ضحى العرضية يا ضحى، والكرة تمشي للركنية. تلعب الركنية وبالراس، الراس هنا للاعبة فاطمة لفائدة تسوسا. سوزا رجعت من جديد في خطأ، في خطأ في هذه اللحظات، أو بالتالي الصافرة هنا والبوستة إمكانية التسديد. أنا في متناول حارسة المرمى كيشام. تعلي الكرة وصال وبالرأس، ولكن لم تكن مركزة، الضربة الرأسية لم تكن بالمركزة. هذه العمليات التي نريد، الاختراق عبر المغربية في عرضية، اللاعبات المغربيات لم يستفيدن من خطأ حارسة السناوي. هنا كرة مغربية، التسديدة ولكن في متناول حارسة المرمى كيشام. حيال استعجال في اتخاذ القرار، لأنه المنتخب المغربي أراد أنه يسجل في
الدور في النهائيات كاس افريقيا اقل من 10 ولا زالت مغربية. إمكانية التسديد، التسديد ولكن تأخرت، تأخرت وركلة جزاء، نعم ركلة جزاء لفائدة المنتخب المغربي. الحكمة هنا لكات دوحة، يا دوحة جول المدني وأول هدف في كأس العالم للمغربيات، 1-0. نعم هنا المغربيات يكتبن التاريخ في أول مشاركة على مستوى كأس العالم أقل من 17 سنة في الأراضي الهندية. 1-0 للتاريخ، 1-0 ضوحة المغربي. هو المرور من سامي، سامي العرضية، والثاني جول، والثاني جول للمغربيات، والثاني جول للمغربيات. ياسمين زوير تضع في الشباك بعد فوات الدفاعات الهندية، جرع عقاب من ياسمين زوير. على الطرف الأيمن مرفوع الكرة، مرفوع الكرة، مرفوع هذه كرة الإبداع للحارسين على انتماء المشاهدين لمباراة كبيرة هذا المساء. أنا عصام شوالي نقول لكم أهلا وسهلا. اللحظة يزفر الحكم والكرة تبدأ الدور، مباراة منتظرة. دفاع ممتاز، مباراة رائعة جدا. ربع ساعة، 14 دقيقة. الفرصة الرائعة الآن، الاستحواذ على الكرة حقيقة يسحر، ممتاز رائع. قرار 100% صح، اوف سايد.